البارح زعفتو كي جبت لكم مصدر فرنسي، اليوم جبت لكم مصدر تاريخ تونس تونسي. شوفوا شو يقول هنا، احبس لي هنا يا دعيش. هوب، سيطر الفينيقيون والبونيقيون على البلاد التونسية، يعني ما همش من هذيك البلاد، سيطروا عليها. صح، سمحوني نبعد شويه. شوف هنا وش يقول، شوف هنا وش يقول. اوب 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 اوب، دير لي الزوم. واستطاع هذا القائد على ماسينيسا بفض تحالفه مع روما أن يؤسس مملكة تغطي شمال بلاد الجزائر الحالية. وش يقول تاني، يعني النوميدية الجزائر، وش يقول؟ سيرتا هي قسنطينة ماشي الكاف، سيرتا هي قسنطينة ماشي الكاف. مؤرخ تونسي لو يقول. مش أنا اللي قلت، الكتاب قدامكم افتحوه وتحققوه، أنا حطيت لكم بالكتاب. زيد هبط لي شوية تعيش من فضلك، شكرا. روحوا الفاطميين مهم جدا. واش قال هنا، واش قال هنا؟ فقام أحد دعاة الفاطميين بين البربر بقبائل بلاد صغرى بالجزائر، وقادهم إلى احتلال الإمارة الأغلبية. احتلوا الإمارة الأغلبية، يعني قام في الجزائر احتلوا الأغلبية وداروا العاصمة تاعهم لتما، كتامة الجزائرية. هو هنا ما قالش كتامة، ولكن القبائل، كيف كيف قبائل بالجزائر. هنا وش يقول؟ أهبط لي شوية. وش يقول؟ غادر بنو زيري عاصمتهم آشير، غادروا الجزائر وراحوا لتونس احتلوها وداروا دولة.